يا ولد يا ولد يا ولد، وهدف أول، وهدف أول هنا يأتي عن طريق اللاعب اللي سدد هذه الكرة، اللاعب سبنسر. يسجل اللاعب سبنسر أمامنا الهدف الأول في الدقيقة العشرة، لكن إيه، كرة فيرنر ارتدت من حارس أوجولو ريسا، ثم يأتي مارسيل سبنسر أمامنا اللي بيسجل في هذه اللقطة الهدف الثالث ليه. لكن شوف الجملة حلوة، هروب أمامنا بشهادة خروج ألمانيا 2018 بقى ولم يسجل، ولكن هنا الثاني 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 يبدو الثاني يبدو أمامنا هنا مارسيل سبنسر أمامنا، هو يضع الكرة يحاول لا حارس أوجولو ريسا، لكن بيسجله الثاني في هذه اللقطة الصعبة جدا على أي عاشق لليلي وايتس. فورشبورغ وكرة خطيرة، وممكن آدمز، ومرة تانية تجديدة، يا أول لمسة، أول لمسة من السويدي اللاعب فورشبورغ اللي ساهم في صعود الفريق بالثلاثة، يضرب بالثلاثة نادي لايبزيج أمامنا. هو خرج صاحب هدفي اللقاء اللاعب زبيتسر، اللاعب النمساوي، يدخل اللاعب فورشبورغ أمامنا على تنفيذ ركلة الجزاء لجوتش، وهدف أول، هدف أول إذن لمصلحة نادي أتلانتا. أتلانتا يسجل أولا ويضع حد لطموحات نادي فالنسيا التي دخل فيها هذه المباراة من أجل عودة كبيرة ومن أجل ريمونتادا، ولكن نادي أتلانتا يضع حد لهذا الأمر ويسجل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثالثة فقط من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، من علامة في موسم 2003-2004. هنا فرصة لفالنسيا، تعادل، جول، جاميرو يسجل التعادل لنادي فالنسيا في وقت الحديث عن الريمونتادا. هنا جاميرو يريد أن يدشن رحلة لريمونتادا بعودة أولا في نتيجة هذا اللقاء وبتسجيل وإحراز هدف التعادل. هناك التسلل، أم أنه يبحث عن الهدف الثاني؟ إليتشيتش، نعم، مرة أخرى أتلانتا يسجل، أتلانتا يتقدم لتصبح النتيجة هدفا لأتلانتا، هدف لفريق فالنسيا. لم يتمكن في الأولى سيليسن، ولم يتمكن في الثانية، كرة على يسار سيليسن كانت ناجحة في شباك فالنسيا، أتلانتا هدفان، فالنسيا هدف. هكذا أصبحت النتيجة الآن، وهكذا تعقدت الأمور يا ديكاب. صدمت في المدافع، عادت من جديد لنادي فالنسيا الرأسية، وهدف، جول، فالنسيا يتعادل من جديد ويسجل الهدف الثاني بالكرة الرأسية. نعم، شهيد الكرة من الطرف الأيمن نقلت بعد تسديدة باريا، انطلاقة سريعة للثالث، جول، جول ثالث لفالنسيا. فالنسيا يتقدم في النتيجة بكرة فيران توريس، فيران توريس يحرز الهدف الثالث لنادي فالنسيا، شهيد الكرة والتمريرة، يا السلام، باريخو مرر كرة والعرضية، إليتشيتش، 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 خلاص ينهي الأمور، كل الأمور، إليتشيتش ويسجل الهاتريك لفريق أتلانتا. نعم، رجل هذه مرر كرة، يا السلام، ممتازة، إليتشيتش الرابع، الرابع، نعم، اليوم يومه، اليوم يوم أن تسجل رباعية في مرحلة إقصائية في أقوى البطولات الأوروبية. نعم، اليوم يوم إليتشيتش يسجل رابع الأهداف ويقود أتلانتا إلى الدور القادم. إليتشيتش رجل